كلمة الفصل ستحددها تركيا. رد ناري من الرئيس أردوغان: لسنا خارج لعبتكم. تركيا في مركز القوة العالمية. في تطور مهم، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومته لن تسمح بإبقاء البلاد خارج اللعبة، بينما تعاد هيكلة مراكز القوة السياسية والاقتصادية العالمية، مؤكدا أن كلمة الفصل الأخيرة في كافة القضايا التي تشغل العالم اليوم باتت تركيا هي من يحددها. وأكد الرئيس أردوغان على أنه خلال تموز الجاري مرت ذكرى محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز 2016، والتي أظهرت أن كلمة الفصل يحددها الإيمان والشجاعة وليس المدفع والبندقية وفق تعبيره. وتابع أن حكومته ستكمل حتما بناء تركيا العظيمة والقوية، مؤكدا أن بلاده في تموز 2016 شهدت المحاولة الانقلابية الأكثر دناءة في تاريخها، نال على إثرها 252 شخصا شرف الشهادة، بمن فيهم أولئك الذين توفوا بعد إصابتهم كما قال. وشدد الرئيس التركي خلال خطابه على ضرورة التمسك بأهداف تركيا المنشودة ومعرفة قيمة الإمكانات المتوفرة وحماية المكتسبات وعدم الانخداع بألاعيب المفسدين، وأوضح أن من سماها الجهات المعادية تخشى من أن تحقق تركيا كل هذه الأمور بحلول نهاية عام 2023 الذي يصادف الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية. ولفت إلى أن تلك الجهات تدرك جيدا أنها إذا فشلت في إيقاف تركيا اليوم فإنها لن تلتقط الفرصة نفسها مرة أخرى طوال نصف قرن أو حتى لقرن كامل.